عايز تدخل رمضان وانت في اعلى فورمه، عايز تدخل رمضان وانت في مود ايماني رائع، عايز تدخل رمضان وانت حاسس بحلاوه رمضان. عندي حته فكره والله لو جربتها لمده نص ساعه كل يوم هتغير حياتك. عارف ايه هي؟ صلاه واحده في المسجد، واحده بس. انا مش عايزك تروح المسجد الخمس صلوات، صعب وظروفك ووقتك وشغلك. صلاه واحده في المسجد، عارف بتعمل ايه؟ صلاه واحده في المسجد دي بتحسسك انك مؤمن قوي، بتحسسك انك قريب من ربنا قوي. ممكن انت طول النهار عمال ماشي في الطاحونه بتاعت الشغل ومش شايف قدامك. حاجه عجيبه يا جماعه، انا جربتها مع نفسي، بتعمل معايا ايه؟ توازن نفسي. كده بقى كل يوم والماديه بتاعت اليوم والحياه والفلوس والحركه، حط قدامهم صلاه واحده في المسجد، تعمل ايه؟ تصدق توزن قدامهم؟ والله يا جماعه نجرب اللي انا بقوله لكم، لدرجه ان انا احس يا سلام، او انا كده علاقتي بربنا بقت قويه جدا، ده احنا زي الفل تمام. فاستمتعت بيها مره، في الثانيه، في الثالثه، اما لها حلاوه بشكل. وبعدين انا بعمل مع نفسي ايه؟ لا انا مش هروح صلاتين في المسجد لان انا مشغول جدا وبعمل 100 حاجه وبروح صلاه واحده في المسجد. تظبط لي اليوم كله. من غدا الى المسجد او راح اعد الله له نزلا في الجنه كلما غدا او راح. إن بيوتي في الأرض المساجد وزواري فيها عمارها، فمن تطهر في بيته وزارني في بيتي فحق على المزور أن يكرم زائره. والله يا جماعة كل مرة زور بيته يكرمني وبحاجات مختلفة، أطلع من الصلاة ألاقي ابني بيضحك معايا وبيحضني وبيبوسني، رزق يجي كده، فكرة جديدة تيجي، فتح ربنا يجي، أمي راضية عليا، أحس التوازن نفسي. ممكن تجربوها، هتخش رمضان وانتوا في أجمل حالة إيمانية مع الله. انتظروني البرنامج في رمضان، السيرة حياة، وتابعوه وشوفوا كل حتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. واشوفكم بكرة، والسلام عليكم ورحمة الله.